بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الآية العظيمة تسمى آية الوصايا العشر، ويقول الله جل وعلا: وقضى ربك، أي حكم وألزم ووصى، ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو معنى تحقيق التوحيد، ألا يصرف الإنسان شيئا من حقوق الله جل وعلا إلا لله جل وعلا، فلا يعبد إلا هو، فلا يصلي ولا يستعين ولا يتوكل ولا يرجو إلا الله جل وعلا. وبالوالدين إحسانا، أي ووصى بالوالدين إحسانا، حكم وألزم وأمر بالوالدين إحسانا، أي فعلا حسنا. وما قرن الله جل وعلا حق الوالدين بحقه جل وعلا إلا لعظم حق الوالدين. وهذه الآية هي ثالث آية في كتاب الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالله جل وعلا في أمره بالعبادة ونهي عن الشرك وأمره بشكره جل وعلا قارن حق الوالدين، وذلك لأن المنعم المطلق هو الله جل وعلا، وهو صاحب الإنعام. ثم بعد إنعام الله جل وعلا يأتي إنعام الوالدين برعايتهما لولدهما وكونهما سبب نشأته. فلذلك أمر الله جل وعلا بالبر بهما، وهذا من الإحسان الواجب. وقرن الأمر بالوالدين بالعبادة يدل على أن البر بالوالدين من كمال التوحيد، من كمال التوحيد، والإخلال به إخلال بالتوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نبه الله جل وعلا إلى أشد حاجة الوالدين إلى البر، وهي حال الكبر، حال العجز. فنبه الله جل وعلا لأن هاتين الحالتين مظنة ملل الولد ومظنة انشغاله عن والديه بأشغاله وأولاده، فنبه الله جل وعلا عن هذه الحالة بخصوصها، لأن الوالدين إذا كان في شبابهما ونشاطهما فلا يحتاجان إلى الولد، لكن في هذه الحالة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نبه الله جل وعلا بأقل كلمة تقال وهي أف، حينما يتضجر الولد من أمر والده، من خدمته، من رؤية شيء يكرهه في والده، فتظهر منه هذه الكلمة: فما ظنك بالكلمات الكبار والأفعال الكبار، عياذا بالله جل وعلا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. انظر معاشر الإخوان إلى هذا الوصف العظيم، قولا كريما. الكرم في القول من أعظم درجات الكرم، أن يكون الإنسان كريم في لسانه مع والديه. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الطائر له جناحان، والإنسان شبه الله جل وعلا أن له جناحان، جناح عز وجناح ذل. فأمر الله جل وعلا أن تخفض لهما جناح الذل بسبب ماذا؟ من شدة الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي من شدة رحمتك بهما تذل لهما. ولم يرد مدح الذل في القرآن إلا في موضعين: في البر بالوالدين، والذل للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا تنبيه للعبد، أنك حينما ترعى والداك في حال الكبر إنما تؤدي واجبا وتؤدي حقا عليك هما سبقاك به حينما كنت صغيرا، حينما كنت ضعيفا، حينما لم تكن شيئا، فحنن الله عليك هذان الوالدان
وكان سببا في إيجادك وفي حياتك وفيما أنت فيه. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حق الوالدين توارد القرآن الكريم والسنة المطهرة على الأمر بالبر والثناء عليهما والإحسان إليهما. سأل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يقول عبد الله ولو استزدته لزادني. انظر كيف جعل بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رغم أنف امرئ رغم أنف رغم أنف رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. يعني يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلتصق بالتراب، أن يلتصق أنفه بالتراب كناية على الذل والخسران. من أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. لماذا؟ لأن له باباً مشرعاً للدخول في الجنة ثم هو يتقاعس ويقصر. سبحان الله، عندك والدان أو عندك أحدهما ثم لا تدخل الجنة، لا يكون هذا إلا لضعف في النفس وخسة في الخلق ودناءة في الكرم أوجبت أن يدعو عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم برغم الأنف في التراب عياذا بالله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله من رضا الوالدين، رضا الله من رضا الوالدين وسخطهما من سخط الوالدين. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد أن أجاهد. قال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. معاشر الإخوان، الأحاديث في هذا كثيرة جدا، الأحاديث في هذا كثيرة جدا. لكن من البر أو البر ينحصر في أمرين أو في نوعين أو جنسين كبيرين. أولهما القول، أن تبرهما بالقول. ما هو البر بالقول؟ البر بالقول بالدعاء لهما، بالاستغفار لهما، بالثناء عليهما، تثني على والديك بحضورهما أنك فرح أن هذا أبوك وأن هذه أمك، الثناء عليهما بأخلاقهما، الثناء عليهما بحياتهما، تشيد بما فعلاه في شبابهما، تكون سببا لعزة أنفسهما. الثناء القول بأن تمسك لسانك عما يؤذيهما. بعض الناس معاشر الإخوان وللأسف يجمع غضبه من الناس ليفرغه عند والديه، وما يلقاه من ذل في العمل أو في بيته أو في شارعه فيجمعه عند والديه، وهذا معاشر الإخوان والله من العقوق. إذن النوع الأول هو البر بالقول. النوع الثاني البر بالعمل، البر بالعمل بخدمتهما خصوصا حال الكبار، في المستشفى، في مواعيدهما، في الذهاب بهما، في المجيء بهما. البر بالإنفاق عليهما، أن تنفق عليهما إذا كان في حاجة للإنفاق أو لم يكونا في حاجة للإنفاق، بادر أنت. هما صاحب المعروف إذا قبل منك أن تنفق عليهما، والدك هو صاحب المعروف حينما يقبل منك ريالا واحدا. بالإنفاق عليهما، بصلة البر التي لا توصل إلا بهما، بمعنى أن تبر بإخوانك وأن تعطف على إخوانك برا بوالديك، أن تعطف على أخوالك وأعمامك برا بوالديك، فتفعل كل ما تستطيع برا بهذين الشخصين صاحب المعروف، صاحب المعروف. معاشر الإخوان، البر بابه واسع وفضله عند الله عظيم. يكفي أنه سبب لدخول الجنة، يكفي أن البر سبب لدخول الجنة. البر مكفر للذنوب والخطايا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كثر الذنوب فأوصني. قال ألك أم؟ قال لا. قال عندك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. بما معنى أن البر بالخالة كالبر بالأم، والبر بالأم موجب لتكفير الذنوب. البر بالوالدين سبب للبركة في الرزق وفي المال وفي النفس وفي الصحة وفي الولد، فهو خير كله، خير كله. الله جل وعلا شكور، ومن شكر الله جل وعلا أن ألزم الولد أن يشكر والديه.
على برهما. فالله الله معاشر الإخوان بالبر بالوالدين وحفظهما أحياء وأمواتا. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن والداي قد توفيا، فهل بقي من برهما شيئا؟ قال: نعم، الصلاة عليهما. الصلاة عليهما أي الدعاء لهما، الاستغفار لهما، إنفاذ وعدهما. بعض الناس للأسف أن للوالدين وصية يجحدها ويخفيها ويغيرها ويتقاعس فيها، وصلة البر التي لا توصل إلا بهما. فهذا من برهما بعد موتهما، بل قد يكون بعض أبواب البر في بعد الموت أكثر من باب البر أثناء الحياة. معاشر الإخوان، هناك بر لطيف، وهناك بر ناعم، وهناك بر لا يلتفت إليه كثير من الناس. من ذلك بعض الناس إذا دخل عند والديه انشغل بجواله، انشغل بوسائل التواصل التي بين يديه، انشغل بشيء يقرأه، انشغل بالسكوت والتفكير في نفسه. ووالله إن والدتك ووالدك لا يحتاج لا يريدان منك أن تأتي وتنشغل عنهما. فمن البر حينما تأتي إليهما في هذه الدقائق المعدودة في اليوم أن ترعيهما سمعك، وأن تسمع منهما، وأن تبادلهما الحديث. من أنواع البر مشاورة الوالدين ولو كنت لا تريد رأيهما، لكن تحيي فيهما أنهما لا يزالان في الحياة، أن لهما رأي، وأنك تحب هذا الرأي. قد تسوقهما إلى الرأي الذي تريده، لكن تأخذ وتعطي معهما. ما رأيك أن نعتمر؟ يعني إذا أردت العمرة شاورهما، إذا أردت أن تعزم أحدا تقول: ما رأيك نعزم أعمامي، نعزم أخوالي. اجعله يأخذ ويعطي معك في البر حتى يكون سببا للحديث. من أنواع العقوق ما ذكرته سابقا هو بعض الناس يجمع ما أساء به الآخرون عند والديه، وهذا من العقوق. إن من البر أن تكتم عنهما مرضك، وأن تكتم عنهما همك، وأن تكتم عنهما مصائب وما يسوء أولادك. بعضهم يأتي ويقول: والله ولدي اليوم تعبان، ودينا الولد للمستشفى. يا أخي هم سألوك، لماذا تخبرهما بمرض ولدك وبغضب زوجتك وبغضب مديرك؟ أخبرهما بما يسرهما، وأبعد عنهما ما يسوءهما. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح علينا فتوح العارفين. أسأل الله أن يفتح علينا أبواب البر. اللهم اجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وإخواننا من البارين الذين برهم يكون لوجهك، خالصا لوجهك، مقربا لمرضاتك. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.